اللي مازال ما تشاركش معنا في القناة تشارك معنا ودير ابوني. اليوم غادي تعيش معنا اجواء العيد في قرية ايت مريم. ما نسمعوش نقولكم نص الصندوق. مريم كتقول لكم واش نعرفوك راهم تنسي العيد قبل ما تنميرتي متكال. كنشكركم بزاف على هذا المتابعة. كاين مريم اللي بنتي صغيرة مريم نسيت العيد تستاهل وتهنا بخير عواش مبروكة. Yeah.